المادة 400 هذه واضحة، يعني هذه تحيل على الفقه المالكي لما كانش النص، وهذه واحد الحاجة كبيرة بزاف، ولكن دابا نتكلم عليها في الاخر. قضية دابا المرأة إلى مات لها الراجل كيحيدوا لها المعاش ديالها، حنا كنشوفوا باللي خصو يبقى عندها واخا مات الراجل وتزوجات براجل آخر، علاش غادي تفقد هذا المعاش؟ كيقول لك دابا زعما ولات في الدمة ديال زوج آخر. أسيدي صحتها، هذاك راه مات خدات حقها منه واللي جا عاوتاني مرحبا به، وإلا كيتحرموا النساء من يعني الزواج. الحضانة دابا في هذه المدونة اللي كاينة دابا كتنظر لها بين الرجل والمرأة بحال بحال، ماشي بحال بحال، حنا كنقولوا الحضانة تبقى عند المرأة، واخا يعني تزوج المرأة تبقى الحضانة عندها إلا إذا ثبت أنه الزوج ديالها يسيء إلى المحضون أو المحضونة. كانت الشهاده ياك ما تاهو معقد نوض في حالتي نخلي الاستاذه فهمتيني ولا لا. في الباب ديال البنوه والنسب يبقى داك الشيء بحال اللي كان، حنا كنعترفوا بالنسب الشرعي اللي هو يعني اللي تزاد في الحضن ديالو شي دري راه ديالو، ولكن هذوك الدراري اللي كيوقعوا في العلاقات الجنسيه الغير مشروعه بمعنى الزنا والفساد، هذوك الى تسبب داك العلاقه في شي وليد ولا بنيه، هذاك اللي تسبب في داك الشيء يلزم بالنفقه عليه تيدير 18 عام او لا 25 عام كان كيقرا بحال لا كان ولده، لان ماشي معقول الرجل والمراه تيوقعوا بجوج في مخالفه، الرجل كيزيد مع الطريق والمراه كتبقى واحله حياتها كلها، هذاك جانا ماشي معقول. اذا لزمناه بالمسؤوليه المدنيه والبنوه الشرعيه هذيك ما عطاهالوش الله، ما عندنا ما نديروا ليه. في القضية ديال الطلاق، قلنا الطلاق يبقى بحال اللي كاين دابا، ولكن قلنا الصلح، لأن الصلح ما كاينش الصلح دابا في المحاكم في الحقيقة، قلنا نديروا واحد القاضي نخصوه في الصلح، قاضي خاص الصلح، ونديروا له واحد الفضاء كيناسب الصلح، ماشي كيدخل عند القاضي كيقول له تصالحوا ما تصالحوش الله يهنيكم صافي الصلح داز، لا، ويجي حكم أهلها وحكم أهله، وما يدخلوش معاهم المحامين، لأن المحامي ماشي مصلحته بالضروره يدير الصلح، مصلحته يكون الخلاف والخصام باش يبقى فهمتيني ولا لا، يحيد هذه القضيه هذه بعدا، لا المحامين اللي غيطير لهم على خاطرهم، واش غندير لهم انا؟ انا طاير العالم كله مني، اش غندير لهم؟ فهمتيني ولا لا؟ اذا باش تكون زعما الامور واضحه و يربح القضيه المحامي كيبغي يربح القضيه المحامي كيبغي يربح القضيه فوالا وثم ديك الساعات القاضي ديال الصلح يكون عنده الامكانيه ديال الاحاله ديال دوك الملفات ديال الصلح يعني بين الرجل والمراه على الجهه على بعض الجهات، كاين اللي يكون متدين يصيفطوا للمجلس العلمي، كاين اللي يكون يعني يصلح لشي جمعيه كاين الى اخره، فهمتي ولا لا؟ شفتهم تيضحكوا هاد الاخوان هذا الشر. اي فيما يخص التعصيب، الناس دابا بغاو يحيدوا التعصيب لان بعض المرات كيموت الراجل كيتبقى المراه والبنيات كيجيو الورثه الاخرين كيخرجوا الناس من الدار، حنا قلنا التعصيب خصو يبقى، ولكن هاد المراه من هذه المرأة من اللي يموت الرجل وتبقى هي والبنيات لا تشرد، القاضي يحكم لها بما يضمن لها سكنا إلى أن تكبر البنات، إلى أن تكبر البنات وتصبحن يعني يعني قادرات على الحياة بطريقة عادية. القضية ديال ثبوت الزوجية كتعرفوها ياك، ثبوت الزوجية هو ناس كيتزوجوا بلا صداق، وهذا الشيء راه باقي في المغرب، هادو دابا اللي كيتزوجوا بلا صداق داروا لهم جوج بلا توثيق ماشي بلا صداق بلا كيعطيو الفلوس، حنا كنقولوا الصداق هو بلا توثيق وبلا توثيق، حنا قلنا نقولوا بالدارجة صداق شنو هو عندكم الإخوان؟ فلوس لا صداق هو الكتابة والكتابة، تنقولوا ضربوا الصداق ياك ولا لا؟ فين غتضربوا؟ بلا صداق بلا كتابة بلا توثيق، كيكون الزواج بالفاتحة وفي البوادي وإلى آخره، هاد الحالة هذه هاد الزواج هذا يعني جوج ديال المرات عملوا له أجال محددة باش اللي ما وثقش يوثق، هذيك الساعات ذاك اللي ما وثقش يوثق، ذاك الساعات يعني ما يعني جوج ما تحلش المشكل، بقاو الناس كيتزوجوا بلا توثيق. حنا قلنا علاش هاد التضييق؟ علاش؟ جوج ديال الناس جاوا قال لك أسيدي حنا تزوجنا في الجبل ولا في البحر ولا في البر ولا فين ما قال لنا راسنا، وهذا الشيء راه وقع، كاين اللي تزوج في البحر فعلا
فهمتيني ولا لا؟ خرجوا للكروازيير وعجبوا بعضياتهم واتفقوا على الزواج والله اعلم شنو داروا، ملي رجعوا للدار مشاو قال لك اسيدي حنا راه حنا مزوجين تان 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 تان، واتق مالك انت شنو المشكل ديالك؟ وما جاوا الراجل والمراه وكان استغربوا لان هذه علاش ما خداوهاش من الغرب؟ هذيك يعني في الغرب كيولدوا كاع الاولاد وعاد كيجيو تيوثقوا داك الشيء حتى كيكملوا، كاين اللي تزوج حتى 70 عام. القضيه ديال وثق بحال 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 القضيه ديال التعدد. قلنا هذه القضيه ديال التعدد من المراه ملي الرجل ديالها يرغب في التعدد، دابا الا ما بغاتش المسطره كتدخلها في منطق ديال في صيروره ديال الطلاق. قلنا احنا ما تدخلهاش هاد المراه هذه، الا رفضت عندها الحق ترفض، الا بغات الطلاق فهو في يدها، ولا الطلاق حق ديالها مطلق تاخذه وفي نفس الوقت تاخذ الحقوق ديالها كامله. انت لو انا عندي واحد الفكره اضافيه وهو انتم التعابي بتعويض عن الضرر الذي لحقها، وهذه ما كتبناهاش وما طرحتهاش في الحق في ذاك الوقت. ثم هذاك المبرر شرط المبرر الموضوعي الاستثنائي، كتجي تقول الراجل سيدي علاش انت باغي تزوج؟ وسيدي انت شغلك؟ انا باغي نتزوج والسلام. تزوج المره الثانيه. لا لا انا ما غنتزوج لا الثانيه ولا بالصبر، نبقى غير مع هذه تيخرج الله العاقبه بسلام. ففي هذه الحاله هذه كنقولوا هذا الشرط الموضوع، هذا التدخل ديال القضاء، السبب اللي كيطلبوا من كان السبب ديالو هو انه ما يبقى هذا الشيء مسموح به. لا كاينه امور ما كيبغي يقولها لا الرجل لا المراه، بغى يتزوج والسلام، خليه يتزوج. دوك حنا دايرين القضيه في يد القضاء، اذا خاف هذا الرجل اللي معروف انه لا يعدل هذاك ما يعطيش الحق، واذا ما كانش عنده البقره ما يعطيش الحق بطبيعه الحال. والمراه في حاله ما اذا وقع ذلك فهمتيني ولا عفوا الله. القضيه ديال السن ديال الزواج، احنا دابا المبدا ديال 18 عام صافي هذا ما بقيناش نهضروا عليه، ولكن قلنا الا شي بنت بغات تزوج لظروف معينه انه تلاقات مع شي ولد وعجبها ولا عجباته ولا جا خطبها ولا الى اخره، ولا الظروف ديالهم في الباديه ولا الى هادشي، كاين القاضي هو اللي كيحكم. الحد الادنى اللي هو قلنا له هو 15 سنه فهمتيني ولا لا، ولكن القاضي هو اللي عنده الحق يحكم واش هاد البنت مؤهله باش تزوج ولا لا. الاولاد في الغالب ما تيجيوش يتزوجوا 15 عام، الاولاد حتى كيوصلوا 20 داكشي، لان كنقولوا حنايا ماشي من حق القاضي يحرم واحد البنت من الزواج في حاله ما اذا جاء من يناسبها وهي باغيه. راه السير الرميد كتعقلوا واحد القضيه كانوا دار السير الرميد، وهي انه يعني جات واحد البنت قالت لهم نتزوج بهاد السيد ولا ننتحر، جا واش دا داك الملف وصفطوا لواحد الاستاذه من هاد النسوانيات اللي كيطالبوا بمنع الزواج. علاش غنمنعوا الزواج؟ والغريب انه في هاد البلاد الناس اللي كيطالبوا بمنع الزواج قبل 18 عام تيطالبوا باباحه العلاقات الجنسيه خارج اطار الزواج، وخص غير يفسروا لينا علاش الزواج كاين من غير العلاقات الجنسيه بالسلامه والعافيه؟ وعلاش هذه كطالبوا باش اذن حنا ملي كنقولوا هاد الشيء هذا المقصود ديالو تضييق على الحلال وفتح الابواب امام الحرام، نحن على صواب، حنا ما تنبغيوش نقولوا هذا الكلام هذا. وطبعا هذا الشيء غادي يكون محاط باحتياطات ديال بحث اجتماعي وصحي بحق المخاطب والمخطوبه، وتكلم معها القاضي بلا ما يكون باها وامها الى اخره باش ما يكون حتى شي ضغط، لان بعض المرات كيكونوا الله. القضيه ديال الزواج، هذا الاذن بالزواج منين جابوه هذا الاذن بالزواج؟ الاذن بتوثيق الزواج، وهو هذاك اسيدي الاذن بالزواج انت خصك تطلب الاذن باش تزوج. لا سيدي انا ما بغيتش نطلب الاذن، بغيت نتزوج. شغل شي واحد فهمتيني ولا لا؟ خص داك الشيء يتوثق، العدول يوثقوا بحال اللي كان قبل. اين هو المشكل؟ ولكن بطبيعه الحال في الحالات اللي بحال التعدد، بحال البنت اللي كان عندها اقل من 18 عام، بحال الشخص المصاب باعاقه ذهنيه، بحال زواج معتنقي الاسلام يعني الجدود والاجانب، بطبيعه الحال هذا الشيء بخص. وثم الاخوان تكلموا على الرقمنه، هذا الشيء ديال الزواج بدا يكون يدخل في الاطار ديال الرقمنه، باش في حاله ما اذا جا شي واحد يتزوج يعني المره الثانيه ولا نكليك على الاورديناتور كيبان واش هو هذاك، وداك الشيء يكون في يد القاضي. فإذا هذه هي اللي باقي كنتذكر انا
يمكن شي وحده في التتليه. شوف اسمك كاين، انا باقي معكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. تولى والقضيه ديال مدونه الاسره، يعني هذه فعلا ماشي مدونه، هذه يعني هذه مدونه ديال الاسره، الاسره لان دابا المهم عندنا هو الاسره ماشي المراه او الرجل او بل الاسره هي الاساس اللي خصنا نحافظوا عليها.